هذا وأكد سعادة السيد أحمد الدمستاني عضو مجلس النواب أن المعاملة اللا إنسانية التي تعرض لها بحارة البحرين من قبل السلطات القطرية تسببت بأضرار جسيمة انعكست بشكل سلبي على أسر وعوائل البحارة. آبائنا وأجداد أجدادنا كانوا مهنتهم الرئيسية هي صيد الأسماك والثروة البحرية. طبعا هاي الثروة البحرية هي ثروة حقيقية لكل مواطن على أرضه، فإحنا البحرينيين مهنتنا أبا عن جد لابد أن نحافظ عليها ولابد أن نواصل فيها. ما تعرضت له البحارة البحرينية أو البحارين في البحر من معاملات لا إنسانية من السلطات القطرية سببت لنا أرباك كبير بين الأسر وبين المواطن. ما ذنب المواطن البسيط البحار الذي يعمل بمهنة بسيطة أن يعاقب ويحول إلى السجون وأن يعاقب داخل السجون وما شابه؟ كلنا أمل في أن تحل هذه القضية بالشكل الودي والمتعارف عليه بين دول مجلس التعاون، أن يكون البحارة نصيب في البحر، وبحر الخليج هو بحر واحد، والله ولي التوفيق.